ساعات ايمن بامانه انا هسيبك تكمل حته بس انا عايز اللعيبه بصراحه كميه الشيفتنج من بطولات غريب. انت بتاخد اللعيبه تصفيات افريقيا هوب يلا روح مونديال انديه هوب العب دوري افريقيا هوب العب تصفيات كاس العرب هوب العب تصفيات كاس عالم. اللعيبه فعلا تم اجهادها وكمان الحاله النفسيه بصراحه يعني اللعيبه جايه لنا بصراحه من ماتش السنغال بتاع الدكار ده هيبقوا منهكين تماما. فانت انا بصراحه السنه دي عذرهم. والنقطه اللي قالها كابتن اسلام ان فعلا السنه دي الفرق كلها بصالك كان انت مرشح للقب للسنه الثالثه على التوالي فكلهم كل الناس انا بحس ان هي مش عايزه تكسب. يعني انا مثلا فريق اسلام مثلا فريق اسلام مش عايز يكسب هو فريق اسلام عايز ما يخليش الاهلي ياخد الثالثه بالظبط الثالثه ورا بعض. يعني مفيش نادي في افريقيا عملها وفرص الاهلي السنه دي تحديدا اكبر. يعني في 2007 مع الجيل حضرتك كابتن اسلام كانت برضو نفس الموضوع بس جينا في الاخر لو تفتكر الماتشين مش عايزين يعني نعيد الذكريات اللطيفه بتاعت العرجون والحاجات دي يعني عرجون وشديد قناوي وتريكا وعماد في الذهاب بركات الانذار الغريب اللي خده هي كره ركله جزاء على ما اتذكر يعني مش على ما تتذكر ده مديله يعني احنا كلنا وقفنا عشان الحكم يلا ما علينا. فالمره دي هيبقى في ان شاء الله يبقى في نتاهل النهائي ويبقى في فار طبعا وهو ماتش واحد في بلد محايده فالامور هتبقى مستقره يعني ان شاء الله بس نخلص المجموعات. طب بالمناسبه دي يا ايمن انت مع ماتش واحد ولا ماتشين؟ الصراحه في افريقيا في الوضع اوضاع اللي احنا فيها حاليا انا من وجهه نظري ماتش واحد في بلد محايده عشان خاطر احنا دينا بنشوف الحركات اللي بقت بتحصل في ماتشات الاياب. الله اعلم لو ماتش الاياب الاهلي ان شاء الله يتاهل يعني ماتش الاياب بيبقى مش على ارضك اللي يحصل والاهلي نفسه ليه تجربتين 2017 و2018 ما كانوش جيدين جدا لما مباراه الاياب كانت خارج ملعبه مش كوره قد ما كانت نفس المواقف اللي اتكلمنا فيها في مباراه السنغال الليزر وطوب الجماهير وطوب اللعيبه يعني مش عايزين نتكلم فيها يعني بشكل كبير لان خلاص عدت من سنين. تعرفوا اللي كان بيحصل فينا زمان ايه؟ لا الموضوع صعب وللامانه انا بحس ان هو ما بيحصلش غير معنا احنا. يعني لا تهيألك هو بيحصل مع ناس كتيرة لكن معنا احنا في انت عشان نعم بكثرة يعني الموضوع خلي بالك اصل انت يعني اصل الاندية المصرية برضو خلي بالك انت لما بتتكلم على الاهلي فهو كبير افريقي في كل شيء بالكلام وبالارقام منتخب مصر منتخب مصر نفس الكلام طبعا. وبالتالي ما هو دايما انت بتعرف ان انت كبير ازاي ان منتخب البلد الفلاني لما يروح هيروح ويطلع يكسب يتغلب يتعادل عادي وكأنه مفيش حاجة حصلت لكن منتخب مصر لما يروح او النادي الاهلي لما يروح لا الموضوع مختلف. ما هي عشان كده فانا وجهه نظري ان الفتره الحاليه في افريقيا هي لا تتحمل سوى ان مباراه واحده. لا اتفق على يعني بس يعني اتفق طبعا هو في بلد واحده بس مش بلد محايده اللي انت المفروض تبقى محدد البلد من بدايه البطوله يعني اوروبا. قصدي يعني هي يعني بلد يعني ممكن انت تختار استاد القاهره يعني بدايه البطوله تروح ليه النهارده يا سلام. الاهلي يوصل او ما يوصلش. خلاص ما يوصل حاجه ثانيه احنا ما نعرفهاش. زي الموسم اللي فات قالوا المغرب من دور ال 8 ما ده بقى اللي مش حلو. ما ده بقى اللي برضه قالوا من بدري شويه. بيخش في اقصاء الشكوك يعني بتستنى يا كابتن اسلام لغايه السيمي فاينل. فبتقول ايه في كام فريق في السيمي فاينل؟ اربعه. فانا بقول طب يا جماعه دلوقتي في ضغوطات هتحصل مثلا من بعض البلدان في شمال افريقيا اصل مش عارف بلاش مصر عشان مصر فيها مقر الاتحاد وهيقعد يقول لك بقى ايه نفس الفكره اللي بتتقال كل سنه. لا انت دايما خليك زي اوروبا اعلن قرعه بالظبط اختار المدينه. يعني كريم يقصد ان القرعه تتقال مثلا الاختيار يتقال مع قرعه دور المجموعات مثلا. شكرا على التوضيح بالظبط كده.